هل إذا أسقط الجنين فيه كفارة على الإطلاق أو أن هذا مقيد بعد نفخ الروح فيه؟ بعد نفخ الروح فيه، بعد نفخ الروح فيه، لكن ظاهر الحديث أنه عام، ولذلك قالوا إذا تبين فيه خلق إنسان فإنه يضمن، فإنه يضمن، لأن الحديث لم يفصل. فإذا تبين أنه جنين صحيح وليس هو علقة، إنما هو جنين وتبين فيه تفريض وخلق، فيه الضمان. نعم.